خلص؟ قلت اللي في خاطرك؟ سبيت وشتمت وغلطت على هذا الحكم؟ يا أخي ترى في النهاية هذا الحكم إنسان، مهما كان قراره صحيح أو خاطئ في أرضية الملعب، هذه وظيفته، هذا عمله، راح يحاسب عليه. بس أنت يمكن في كلمة وفي زلة لسان تأثر على هذا الحكم وتأثر على هلا وعلى مجتمعه. يا أخي نفرض يوم من الأيام الله كتب لك أنك أنت تكون الحكم والجمهور يسبك ويشتمك، شو بيكون شعورك حزتها؟ يا أخواني ترى كل كلمة محسوبة علينا، وكل كلمة يمكن الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يحاسبنا عليها إذا كنا نجرح ولا نضر أي إنسان فيها. حتى هذا الحكم، ترى هذا الحكم في النهاية هو رجل البلاد، هو ولد البلاد، نحن لازم نوقف معاه ونحييه عشان يطور مهاراته ويكون أفضل. هذا نحن اللي تعودنا عليه، لازم نكون ناس راقيين بأسلوبنا بتعاملنا حتى في انتقادنا. هذا كان بوح كاميرتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا وحصلتوا الاستفادة من هذا البوح.